الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: إذا تبرعت بدمي لامرأة هل تصبح أختا لي وهل يجوز أن تكشف لي؟ الحمد لله. وبعد، المتقرر عند العلماء أن المحرمية إنما تكون بسبب نسب وقرابة أو بسبب رضاع أو بسبب مصاهرة، هذه هي أسباب المحرمية بين الذكور والإناث. فإن من النساء من تكون محرما لك بسبب قربها منك أو نسب بينك وبينها، كأمك وأختك وابنتك وجدتك وعمتك وخالتك، فسبب تحريم هؤلاء عليك وكونهن محارم لك هي القرابة والنسب. ومن النساء من تحرم عليك بسبب الرضاع، كما قال الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والسبب الثالث من أسباب التحريم المصاهرة، كأم زوجتك وجدتها، فهؤلاء يحرمن عليك لا لقرابة بينكم ولا لرضاع، وإنما بمصاهرة. وليس هناك سبب رابع فيما أعلم. فيا أخي الكريم، ليس التبرع بالدم مما يدخل تحت دائرة من هذه الدوائر الثلاث. فإذا تبرع الرجل الأجنبي لامرأة أجنبية بدمه فإنه يشكر على هذا التبرع ويؤجر من عند الله عز وجل إذا خلصت نيته في هذا التبرع، ولكن لا يعتبر محرما لها، لأنه بهذا الإعطاء لأنه بهذا التبرع لا يكون قريبا ولا يوجب نسبا ولا رضاعا ولا مصاهرة، فإنما هو تبرع بدم، فلا يدخل تحت دائرة القرابة ولا دائرة الرضاع ولا دائرة المصاهرة حتى تكون محرما لك بمجرد تبرعك بدمك لها. فإذا لا تزال من تبرعت لها من النساء الأجنبيات لا تزال أجنبية عنك، لا يجوز لها أن تكشف عنك ولا أن تنظر إليها ولا أن تخلو بها، والله أعلم.